ألقت الأكاديمية الجامعية الدكتورة إلهام عماري في مطرانية الروم الكاثوليك أم السماق محاضرة توعوية روحية بعنوان الأكاليل السماوية ومحبة أبدية. استهلها الأب الدكتور بسام شحتيت النائب الأسقف العام لمطرانية الروم الكاثوليك بصلاة شكر فيها الرب الإله على جزيل نعمه. وتناولت الدكتورة عماري في محاضرتها الأكاليل الخمسة التي أعطاها الرب يسوع للمخلصين الذين آمنوا به واعتبروه مخلصاً شخصياً لحياتهم في السماء عند المجيء الثاني. وأوضحت الدكتورة عماري في محاضرتها التي شهدها عدد من السيدات الفاضلات أن هناك تحديات عديدة ستواجه المؤمن في حياته. وفي نهاية اللقاء تفاعلت الحاضرات مع الموضوع من خلال الأسئلة والنقاش التي تمحور حول عنوان المحاضرة. خدمة اليوم كانت عن الأكاليل السماوية ومحبة أبدية، هذا كان العنوان. هي عن الأكاليل الخمسة اللي الرب يسوع رح يعطيها للمخلصين اللي آمنوا بيسوع وأخذوه مخلص شخصي لحياتهم في السماء عند المجيء الثاني. لما نلتقي مع الرب رح يعطينا أكاليل، طبعا هاي أكاليل مجازية لكن هي بتحفز على الطاعة، ولأنه إحنا شكرين لربنا من أجل كل اللي عمله من أجلنا على الصليب، الخلاص والفداء، وكمان أعطانا ما أروع ما بالصلب والقيامة، إنه في القيامة المجيدة اللي هي إحنا زي ما هو مات يسوع وقام إحنا كمان منموت ومنقوم معه. فالخدمة هاي كانت موضوعها جديد، الأكاليل الخمسة، أعطينا فكرة شو هي الأكاليل ومين المرشحين وإيش هي التحديات اللي ممكن تقابلهم بالحياة. لكن كل الأكاليل هاي أي شخص بيستخدم الوزنات اللي موجودة عنده الرب يسوع أعطاها، الوزنات والقدرات والمواهب وثمار الروح القدس، وبيمشي زي ما بده يسوع رح يحصل على هاي الأكاليل. فهي خدمة أنا يعني برأيي أنه مفيدة، وإن شاء الله الناس تستفيد روحيا منها، مش بس أنه إحنا نعمل محاضرات. الهدف الأسمى والرئيسي إنها الناس تستفيد منها وتكون وقفة مع الذات ويشوفوا شو هم قدموا ليسوع خلال حياتهم، شو عملوا بالوزنات اللي الرب يسوع أعطاهم إياها، هل هي بضعفوها ولا بيطمروها زي ما عمل العبد الشرير. بشكر نورسات دائما متواجدين معنا الخير ولصوت الحق وصوت المحبة، وربنا يبارككم دائما وأبدا. شكرا.